انا احكي لحضرتك موقف اغرب مخيال. اتفضل. موقف جميل جدا. كنت في يوم من الايام احدى القنوات دعتني ان انا اروح معاهم مستشفى 57 357 بتاعت سرطان الاطفال. فروحت هناك قالوا لي في رجل اعمال جايب 150 هديه هنقدمهم للاطفال، فالاطفال حابينك من خلال كتبك وبرامجك حكايات عم محمود وحاجات زي كده، فنفسهم يعني كل طفل ياخد صوره معاك. قلت لهم على عينيا. ورحت هناك يا استاذ ودخلنا على الغرف، وكان مدير المستشفى طلع معاه واحد قال له يا استاذ فلان امشي مع الشيخ محمود. دخلوا غرفه غرفه يسلم على الطفل وياخد معاه الصوره ويديله هديه وخلاص، يعني ندخل فرحه الاطفال. فالشاب اللي كان معايا عدينا على كل غرفه، كل غرفه مكتوب عليها اسم الطفل المريض والدكتور اللي بيعالجه. فاذا بي افاجئ ان في غرفتين راح معديني منهم. فقلت له مفيش حد هنا؟ قال لي لا عادي مفيش مشكله يعني. فانا شكيت ان في حاجه، فقلت له معلش يعني انا اسف يعني سؤال يعني بريء، هو في حاجه في الغرفتين دول؟ قال لي مش عايز احطك في موقف حرج. قلت له حرج ليه؟ قال لي اصل الطفلين اللي موجودين في الغرفه ديت الاثنين نصارى. قلت له سبحان الله، يعني انت مش عايزني ازور طفل نصراني مريض وادي له هديه وطبطب عليه واتصور معاه مع ان سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم، والحديث رواه البخاري، عرف ان غلام يهودي مريض راح زار وكان سبب اسلامه عليه الصلاه والسلام. فدخلت خبطنا على الغرفه فوجدت ام الطفل واقفه بتبكي ورا الباب. خبطنا ازاي حضرتك؟ فرحت معيطه. فبقول لها خير حضرتك بتعيطي ليه؟ قالت لي والله يا شيخ محمود، شوف باللفظ والله يا صعب، والله يا شيخ محمود انا شايفك من اخر الطرقه وقلت اكيد مش هيجي لابني لان ابني مش مسلم. قلت لها والله ما اعرف ان في حد في الغرفه، وما رضيتش طبعا البسها في التاني لحسن يعني يحصل مشكله. فقلت لها والله ما اعرف ان في حد في الغرفه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت. ردت عليها قالت لي ايه؟ عارف قالت لي ايه؟ قالت لي والله يا شيخ محمود متابعين كل برامجك على الفضائيات، وحتى بالاماره انت يوم الاثنين اللي فات كنت بتقول كذا في برنامج كذا. قلت لها فعلا؟ قالت لي والله ولادنا بيحبوك. شفت خير حضرتك الموضوع ماشي ازاي؟ لا عمري انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، لا عمري تزمت في علاقتي مع الناس ديت، ولا عمري في حياتي قلت ان يجوز الاعتداء عليهم، بالعكس ان احنا عايزين البر والقسط، لكن في المقابل ده كلام محترم برضه بنطلب منهم هم كمان البر والقسط، ان برضه هم كمان يعني برضه يحترموا مشاعر المسلمين، وان هم برضه يتعاملوا معانا بشيء من الاحترام، ده مطلوب من الطرفين يا استاذ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان